الحادي عشر من تشرين ثاني 2011 يوما مشؤوما شهدته تعز. حين ذاك ارتكبت قوات الرئيس المخلوع صالح مجزرة في حق المتظاهرين ضد نظام حكمه أثناء صلاة الجمعة. المجزرة راح ضحيتها 16 شهيدا جلهم من النساء والأطفال. مجازر لا تزال مستمرة حتى اليوم، كان آخرها استهداف مسجد قرية السفير في كريش بقذائف الهاون والذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المصلين. 11/11/2011 يوما مشؤوما بالنسبة لتعز وأبنائها، يوما قصفت فيه المصليات والمستشفيات والبيوت، وكان عدد شهدائها 16 شهيدا أغلبهم من النساء والأطفال، 4 أطفال و3 من النسوة منهن أمي تفاحة. اليوم وفي الذكرى 6 للعام نفسه أحيت رابطة إعلاميات تعز والعشرات من أبناء المدينة ذكرى تلك المجزرة للتذكير بأن القاتل لا يزال طليقا ممارسا أبشع الجرائم بحق اليمنيين مع ميليشيا الحوثي الساعية لتنفيذ أجندة إيرانية في البلد بحسب مراقبين. علي عبد الله صالح الذي بسببه سقطت شهيدات الساحة، بسببه سقط شهداء تعز أطفالها ونساؤها وشبابها، كان يرتكب المجازر منذ 2011 وما زالت المجازر ترتكب حتى هذه اللحظة. في كل بيت جريح وفي كل بيت شهيد، في كل بيت ألم وفي كل بيت حزن. هذه الجرائم لن تسقط من ذاكرة اليمن ولن تسقط من ذاكرة التاريخ ولن تذهب بالتقادم. سنحاكم علي عبد الله صالح. لم تتوقف انتهاكات حلفي الانقلاب عند قتل النساء والأطفال، بل امتدت لتصل إلى تفجير المساجد ودور القرآن الكريم، حيث تشير الإحصائيات إلى تفجيرها أكثر من 30 مسجداً و14 داراً لتحفيظ القرآن منذ اقتحامها العاصمة صنعاء. تاريخ سيظل شاهداً على مجزرة ارتكبتها قوات المخلوع صالح بحق متظاهرات سلميات كن يؤدين صلاة الجمعة في هذا المكان، ولا تزال جرائمهم قائمة حتى اليوم. محمد الحذيفي الإخبارية، تعز.